وبينات من الهدى والفرقان السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنيس الرحمن الندوي وهو باحث في علوم القرآن والسنة والأمين العام للأكاديمية الفرقانية الوقفية بنغلور بالهند فليتفضل. وعنوان بحثه كثرة حوادث الزلازل والبراكين وخسف الأرض، ولا يغيب عن الأذهان ما حصل في اليابان يوم أمس، ونسأل الله السلام علينا ولكم والإخوان المسلمين في جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب المعالي سعادة الدكتور العلامة عبد الله بن عبد العزيز المصلح والهيئة العالمية للإعجاز العلم في القرآن والسنة لمنح الفرصة القيمة لي للمشاركة وإلقاء بحثي في هذا المؤتمر القيم. إخواني في الله، إن موضوع بحثي هو كثرة حوادث الزلازل والبراكين وخسف الأرض. إن هذا البحث هو أيضا مقالة من مقالات كتابي القادم المعنون بالتبدل المناخي والقيامة. كثرة الزلازل في الحديث النبوي. إن الحديث الوارد في شأن كثرة الزلازل الذي روي في معظم كتب الحديث هو كما يلي: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيز. وجاء في حديث آخر عن سلمة بن نوفيل السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. الاحترار العالمي (global warming) وصلتها بالزلازل. إن كثرة حوادث الزلازل والبراكين لها صلة وثيقة بالارتفاع في شدة الحرارة العالمية، وإن ذوبان السفائح الجليدية بسبب الاحترار العالمي على الأرض لا يعتبر المسؤول عن ظهور مثل هذه الحوادث الخطيرة حسب رأي الخبراء. فمثلا يقول أحد خبراء علم الأرض: إن ثقل هذا الجليد السميك يضغط كثيرا على الأرض، وإن هذا الضغط يدفو الزلازل، ولكن لو أذبت هذا الجليد لتثير هذه الزلازل. وإن المنظمة الفضائية الأمريكية والمنظمة الجيولوجية الأمريكية أصدرتا أيضا بيانا في هذا الصدد، هو كما يلي: إن ذبان السفائح الجليدية بجنوب ألاسكا يمهد إمكانية حدوث الزلازل في المستقبل. وإن هذه الدراسة قامت بالفحص ووصلت إلى أن إمكانية تصاعد النشاطات الزلزالية في جنوب ألاسكا قد قويت واشتدت نتيجة لسرعة ذبان السفائح الجليدية المتواجدة فيها. وكلما تذوب السفائح الجليدية فإنها تقلل الثقل من على القشرة الأرضية، ومن هنا فإنه من المحتمل أن تتحرك الألواح التكتونية للأرض التي هي أجزاء متحركة للقشرة الأرضية بحرية أكثر لتلك العلة. سجلات الزلازل للقرن العشرين. إن الاستعراض لسجلات الزلازل التي حدثت في القرن العشرين لذو أهمية بالغة وشأن كبير في هذا الصدد، لأنه يظهر جليا من إحصائياتها أن مظهر حوادث كثرة الزلازل
بدأ يحدث من القرن العشرين في الواقع. وقد تلاحظ إحصائيات الزلازل التي حدثت خلال العشرين في الجدول التالي. الوضع الزلزالي الرهيب في العقود القادمة. إن الكثرة التي وقعت في حوادث الزلازل والبراكين حتى الآن كما شاهدنا في الجدول السابق إنما وقعت بسبب زيادة معدل درجة الحرارة للأرض بأقل من 1 درجة، فمن المحتمل إضافة أكثر من 8 درجات في معدل درجة الحرارة للكرة الأرضية إلى نهاية هذا القرن. وهذب خبراء الأرض إنه لمن الممكن جدا أن تنعدم الجبال الجليدية في أنتاركتيكا وجرينلاند والجبال الجليدية الأخرى بالذبان نتيجة لزيادة 3.5 درجات فقط في معدل درجة حرارة للكرة الأرضية حسب خبراء الأرض. فمن الممكن لنا إذن أن نتصور الوضع الرهيب الذي يترقب أن يحدث على الأرض في السنوات القادمة في صورة كثرة حوادث الزلازل والبراكين وما سيلحق بها وبسكانها من دمار شامل وقراب رهيب. لذلك إن خبراء الأرض بدأوا يحذرون جهرا أن هذا القرن يكون مدمرا وخطيرا لسكان الأرض في ضوء النشاطات الزلزالية والبركانية. فقد ورد حديث آخر في هذا الشأن يصف مدى الخطورة والدمار الذي سيلحق بسكان الأرض في الوقت اللاحق نتيجة للنشاطات الزلزالية، ونصه كما يلي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يوشك ألا تجد بيوتا تكنكم تهلكها الرواجف ولا دواب تبلغ عليها في أسفاركم تهلكها السوائق. حوادث خسف الأرض. توجد هناك مظهر جيولوجي آخر في الأحاديث الشريفة يشارك مع الارتفاع والتصاعد في حوادث الزلازل والبراكين نتيجة لذوبان الصفائح الجليدية للكرة الأرضية، وهو مظهر كثرة حوادث خسف الأرض في المناطق المتعددة للكرة الأرضية. فقد وردت أحاديث متعددة في هذا الشأن وكلها تصرح بأنه تكثر حوادث القصف قرب القيامة. فقد جاء ذكر القصف في آية سورة الإسراء: أفأمنتم، وهي: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. وجاء ذكر حوادث القصف في الأحاديث أيضا، فأن طارق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقصف. وفي حديث آخر عن عبد الرحمن بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كائن فيكم مسخ وخسف وقصف. أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن. حوادث القصف الثلاثة الكبيرة في الحديث. عن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون الساعة حتى تكون 10 آيات: قصف بالمشرق وقصف بالمغرب وقصف في جزيرة العرب، إلى آخر الحديث، رواه صحيح مسلم. القصف في اللغة جاء في لسان العرب: القصف سؤوخ الأرض بما عليها. وفي تاج العروس: قصف المكان يخسف خسوفا أي ذهب في الأرض. إمكانية وقوع حوادث خسف الأرض في ضوء الاكتشافات الجيولوجية الحديثة. إن ذبان الصفائح الجليدية على النطاق الواسع يسبب خللا واخطارا كبيرة في الاتزان الثابت للقشرة الأرضية أي أزوستاتيك إكليبريم. فمن ثم يرى العلماء أن هذا الوضع ينتج في وقوع حوادث رهيبة مثل خسف الجزء القاري بسبب ارتفاع مستوى البحر أي سبمارين لاندسلايدز، والثاني خسف الجزء القاري بسبب خروج غاز هيدرات غاز هيدريتس، والثالث خسف القشرة الأرضية أي إيفنتس أوف سبسيدنس.
أما النوع الأول هو قصف الجزء القاري بسبب ارتفاع مستوى البحر، كما سبق أن أسلفنا بأن الاحترار العالمي سيؤدي إلى ذوبان الصفائح الجليدية، وبالتالي فإنه يسبب أيضا ارتفاع سطح البحر في النهاية. ومن ثم فإن هذه الظاهرة نفسها تتسبب في إلهاق الأقطار الكبيرة الزخمة في الاتزان الثابت لقشرة الأرض. فمن بين الحوادث المهيبة التي تقع من جراء حدوث هذا الوضع هو قصف الجزء القاري. بقي خمس دقائق. أي الانزلاق الأرضي. وإنما تقع حوادث القصف للجزء القاري لأنه يتأثر تأثرا كبيرا بارتفاع مستوى البحر وحدوث الضغط هناك. والنوع الثاني لحوادث القصف هي قصف الجزء القاري بسبب خروج غاز هيدرات. إن المظهر الآخر لقصف الجزء القاري هو انهدار الحافة القارية أي continental shelf ونشأة موجات تسونامي الخطيرة من تحت الماء نتيجة لخروج الغاز السامية المدفونة تحت قاع البحر مفاجئة. فحسب خبراء الأرض إن الحرارة العالمية المتزايدة حينما تبلغ النقطة المخصوصة في الارتفاع تسبب إلى انفجار وخروج غاز هيدرات المدفونة تحت قاع البحر من هنا إلى الجو، وبالتابع يسبب هذا الوضع إلى حدوث دمار شامل للكرة الأرضية في صورة زيادة حرارة الأرض بغتة إلى درجة رهيبة ووقوع حوادث القصف والزلازل والتسونامي المدمرة بسبب الانفجار. والنوع الثالث من حوادث القصف هي قصف القشرة الأرضية. توجد هناك خطر آخر للقارات وهو قصف القشرة القارية، وتفسيرها إن القشرة الأرضية تقع على طبقة لدنة أكثر كثافة متواجدة تحتها وتدعي الوشاح أي مانتل في صورة الألواح. فمن هنا أينما يوجد الثقل أكثر على وجه الكرة الأرضية فتندفي الصخور القشرية إلى داخل الأرض أكثر وأعمق. فمثلا إن القشرة الأرضية الواقعة تحت الصفائح الجليدية غائرة في أعماق الأرض أكثر بسبب تواجد تلك الصفائح الجليدية الثقيلة على القشرة الأرضية. فمثلا إن تواجد الصفائح الجليدية على أرضية جرينلاند تسبب إلى خصف القشرة الأرضية تحتها ب 300 متر تقريبا. وكذلك إن قارة أنتاركتيكا كلها وجدت مخصوفة بسبب الثقل الجليدي العملاق عليها بمئات متر تحت سطح البحر. إن هذه الصفائح الجليدية لما تذوب نتيجة للتقلبات الموسمية والاحترار العالمي فإن الثقل يقل من على القشرة الأرضية، ويبدأ الجزء الغائث في وشاح الأرض تحت أثقالها في العودة إلى الظهور فوق سطح البحر على النطاق الواسع. لو تذوب هذه الجبال الجليدية لكرة الأرض تماما، وهذا يمكن بارتفاع حرارة الكرة الأرضية إلى 3.5 درجات فقط، لتنتقل أثقالها الضخمة إلى مناطق الأرض الأخرى من المناطق المتجمدة في صورة الزيادة في سطح البحر. ويقدر أنه يقع ارتفاع أكثر من 30 متر تقريبا في مستوى البحر الحالي، وتستغرق بها جميع المناطق والمدن الساحلية، ويقع 40% من اليابسة الحالية من الكرة الأرضية تحت الماء تقريبا. ومن ثم تلحق الأقطار الجديدة الكبيرة الضخمة في الاتزان الثابت المتوفر حاليا للكرة الأرضية. ومعنى ذلك أن الجزء الذي كان غائرا في الأرض حتى الآن بسبب الصفائح الجليدية هو يظهر جليا على سطح البحر، ولكن ستقع الآن المناطق الأخرى للكرة الأرضية تحت أثقالها، ولذلك يوجد احتمال قوي أن تبرز حوادث خصف الأرض على هذه القارات بسبب انتقال ذلك الثقل إلى تلك المناطق القارية في شكل ارتفاع مستوى البحر.
بقي دقيقة واحدة. الوضع الرهيب لحوادث القصف الوقود القادمة. فخلاصة البحث إن توازن القشرة الأرضية يتأثر تأثرا سيئا من آثار الحرارة العالمية المتزايدة الخطيرة، وتنجم أن حوادث الزلازل والبراكين وتسونامي والانزلاق الأرضي تحت الماء وقصف القشرة الأرضية على النطاق الواسع، وإنها لتتضاعف أكثر من ارتفاع مع ارتفاع الحرارة العالمية، ويؤدي إلى دمار شامل للكرة الأرضية وسكانها كما يرى العلماء في هذا الشأن. فمثلا يقول بيل ماكغير وأحد خبراء الأرض: نعم إن الأرض مهلك جدا جيولوجيا، كلما أمعنا النظر في متعالة كرتنا الأرضية على نحو أدق لوجدنا الخطر التكتوني لبقاء حضارتنا أشد وأقوى. وقد ورد وصف هذا الوضع الجيولوجي الرهيب في الأحاديث أيضا، عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يأتين على هذه الأمة يوم يمسون فيه يتساءلون فيها فيه بمن خسف الليلة كما يتساءل أهل الموتى من بقي من آل فلان مسند الحارث. وجه الإيجاز: إن العلم الحديث قام بالتصديق على سائر بيانات القرآن والسنة بسدد ظاهرة قصة الزلازل وخسف الأرض على وجه شامل، ومن هنا فإنه كما يسطع إيجاز معارف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حرفا فحرفا في ضوء الدراسات العلمية الحديثة، فكذلك يتحقق علم قرب القيامة في نفس الوقت، وكما يعلم منه وجود الإله العليم الخبير الذي لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.